السلام عليكم إخواني أخواتي، أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. إذا اليوم إن شاء الله سنأخذ فراخ باجي، نقوم بإطعامها يدويا وتدريبها. إذا سنقوم بأهض الفراخ في المساء ونتركها حتى الصباح، ونقوم بإطعامها حتى يسهل إطعامها إن شاء الله. إذا هذا هو الفرخ الأول، إذا هذا عمر مناسب، إذن سيقومون بتدفئة نفسهم، والفرخ الثاني كذلك. ها هو الفرخ الثاني، أصغر من الفرخ الأول بيوم واحد فقط. إذن سنأخذهم في المساء ونتركهم حتى الصباح، ونقوم بإطعامهم حتى يسهل إطعامهم. وسأشارك معكم طريقة إطعام فراخ الباجي وبماذا سأطعمهم إن شاء الله. إذا بقي فرخ واحد، هو ده الفرخ واحد، ما زال صغيرا، إذا ما زال له يومين أو 3 أيام، وسأقوم بوضع الخاتم له، ثم عندما يكبر قليلا آخذه مع الفراخ كي أقوم بطعامه. وكذلك دن إن شاء الله غدا سنقوم بإطعامهم، وأشارك معكم طريقة إطعام فراخ الباجي. إذن بالنسبة لكيفية تدفئة الطائر، إذا قمنا بوضع نجارة الخشب في العش، إذا هذا عش أملكه، إذا نقوم بتدريب الفراخ فيه. قمنا بوضع نجارة الخشب في الأسفل، وسنقوم بتغذية الفراخ بقماش حتى تحافظ على حرارة جسمها، ونضع العش في مكان عال في الغرفة لأن الهواء الساخن يصعد إلى الأعلى والهواء البارد ينزل إلى الأسفل. إذا نقوم بوضع قماش فوق الفراخ، قماش من الأحسن أن يكون من الخيط حتى يقوم بتدفئة الفراخ والحفاظ على حرارة الجسم. إذن حفاظ الفراخ على حرارة جسمهم، إذن يجعل الحرارة تستقر وتبقى ثابتة كي لا تموت الفراخ في هذا البرد. إذن غدا إن شاء الله سنقوم بطعام الفراخ ومشاركتها معك. إذن انظروا إلى المكان الذي قمت بتعليق العش فيه، إذن مكان مرتفع في الغرفة كي تبقى الفراخ دافئة، لأنه كما قلنا الهواء الساخن يصعد إلى الأعلى والهواء البارد ينزل إلى الأسفل. إذن من الأفضل تعليق الفراخ في مكان عالي بالغرفة كي تبقى دافئة. السلام عليكم إخواني، إذن بعد أن جاعت الفراخ لمدة كافية، إذن سنقوم بإطعامها. إذن سنحتاج لإطعام الفراخ إلى إبرة، إذن لدينا إبرة خاصة، يمكنكم استعمال الإبرة العادية، وكذلك الشوكة التي تكون فيها، إذا الخاصة تباع، إذا ثمنه تقريبا 100 درهم، أو يمكن استعمال الإبرة العادية مع خرطوم الذي يستعمل لإعطاء مقويات للإنسان، إذا السيروم كما نقول له بالدارجة. وسنحتاج إلى ماء دافئ وكأس نقوم بخلط فيه الخليط، ثم إلى أكل الفراخ. إذن يمكنكم شراء أي خلطة، فهي جميعها صالحة، إلا أن الأفانتي آن هو أفضلها. إذن مع تجربة قمت بتجربة الأفانتي آن ومنتوج آخر، لكن الأفانتي آن نتيجته أفضل. إذن كما تلاحظون الفراخ أصبحت بصحة جيدة، إذا لم يقع لها أي شيء لأننا قمنا بتدفئتها جيدا.
الآن سننتقل إلى طريقة، إذن سنقوم بخلط المقادير ونقوم بإطعام الفراخ. إذن أول شيء إذن نقوم ب نقوم بملء الماء الإبرة بالماء كي نضيف بها الماء، أحسن من أن نضيف بالكأس، لأننا إذا أضفنا بالكأس سنضيف كمية كثيرة. ثم نضيف أفانتيان، لن أجد صعوبة لأنني أقوم بالتصوير بيد وأشتغل بيد، لأن هذا القدر. سنرى إن كان سيكفي الفراخ أم لا. لن أظن أنه سيكفي الفراخ، لن نقوم بتخليطه وإضافة الماء له. نقوم بخلطه جيدا حتى يمتزج الماء مع الخليط ولا تبقى أي حبيبات غير مخلوطة. إذن سأقوم بخلط الخليط جيدا وأعود إليكم. إذن انظروا كيف أصبح الخليط، هذا الخليط مناسب، انظروا إليه إنه جيد. لا نقوم بإضافة الماء كثيرا ولا نقوم بتركه، لأن هذا جيد لإطعام الفراخ في هذا العمر. الآن سنقوم بملء الإبرة، نملأها عادي ثم نعود إليكم. إذا بعد أن أفرغنا الإبرة من الهواء سنقوم بإطعام الفراخ. إذا نأخذ الفرخ الأول، ها هو ذا الفرخ الأول، إذا سنقوم بإطعامه. إذا نمسك الفرخ هكذا، نضع الإبهام في جهته اليمنى والسبابة في جهته اليسرى، ونقوم بوضع الإبرة في فمه من الناحية اليسرى إلى ناحية الإبهام، ونقوم بإطعامه القليل فقط كي يتذوق الطعام. بعد ذلك سيفتح هو فمه لوحده. هكذا نقوم بإطعام الفرخ، نقوم بإطعامه على مهل كي فهو يتذوق الطعام، وعندما سيعجبه الطعام سيفتح فمه لوحده. إذا المسألة تكون صعبة في الأول، في الأيام الأولى، في 3 أيام الأولى، ثم بعد ذلك سيعتاد الفرخ على ذلك ويأكل لوحده. ننظف فم الفرخ من بقايا الطعام. كما ترون في الفرخ قوم بأكل الطعام،
بل على مهل حتى نطعمه جيدا، أو يمكننا إدخال الإبرة إلى حنجرة الطائر مباشرة نحو السبابة ونقوم بملء الحنجرة. إذن سأزيل هذه الشوكة وأستعمل الأخرى لأن هذه صغيرة جدا غير كافية لدفع الطعام بسرعة. نستعمل شوكة أخرى أكبر منها، انظروا إلى حجمها كبيرة. لأن حجم هذه الشوكة كحجم الخرطوم الذي كحجم هذا الخرطوم، فلن تجد صعوبة في استعماله. انظروا إلى حوصلة الفرخ، هي مملوءة جيدا. إذن ننتقل إلى الفرخ الثاني. هذا الفرخ الثاني كذلك سنقوم بإطعامه بنفس الطريقة المتبعة من الفرخ الأول، نجعله يتذوق الطعام أولا ثم بعد ذلك نقوم بإطعامه بإدخال الإبرة إلى الحنجرة الحوصلة. قمنا بملء حنجرته كذلك. إذا لا نملأها جيدا كي لا يتقيأ الطائر، إذا نملأها بالقدر الكافي. الآن سنتركهم لمدة 3 ساعات أو 4 ساعات ونقوم بإطعامهم مرة أخرى. إذا بالنسبة للمدة التي أطعمها أنا في اليوم، أطعمهم 3 مرات إلى 4 مرات في اليوم فقط. كما ترون فالفراخ أطعمناها جيدا، إذا حوصلتها مملوءة وما زال لنا القليل من الطعام هنا، سنقوم بإطعامه للفرخ الآخر كي لا يضيح، الفرخ الذي لم نعزله بعد. إذا إخواني أخواتي لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا كي نصل إلى 1000 مشترك في أقرب وقت.